عيشوا احرارا هناك نوعين من الاعمال اعمال حره واعمال عبده موظف عبد عبد من هو العبد في الزمن السابق العبد هو شخص يملك شخص اخر يتحكم به ممنوع العبد يدخل ويخرج الا باذن سيده ممنوع يسافر الا باذن سيده ممنوع يصدر قرار ولا يتصرف الا باذن سيده وسيده يعطيه شويه فتات يعيش عليه في السابق يسمونهم عبيد الان يسمونهم موظفين هل يستطيع الموظف ان يدخل ويخرج بدون اذن سيده؟ هل يستطيع ان يسافر بدون اذن سيده؟ هل يستطيع يتخذ اي قرار بدون اذن سيده؟ والمبلغ اللي يعطونكم عليه يعطوكم اياه في نهايه الشهر هل يسوى عقولكم وتدريبكم ودراستكم كل هذه السنين؟ اذا هي عبوديه. فاذا لا تفكروا في الوظيفه، الوظيفه اعتبروها فتره تدريب، ما في مانع واحد ياخذ وظيفه ثلاث خمس سنوات يتدرب اعتبرها تدريب، لكن اعملوا لكم مشاريع، الذي ينهض بكم وينهض بأسركم وينهض بكل البلد هو القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي فهذا مبدأ اساسي في كل البلاد في كل مكان عندما يكون الناس منتجين وليسوا عاله على الدوله عندها يكون انتاج حقيقي ففكروا في الانتاجيه فكروا في العطاء فكروا في هذه المعادلات